السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة تانية. إن شاء الله هنبدأ نتكلم إزاي نربط الأبليكيشن بتاعنا بالداتابيز. أول حاجة نعملها إن شاء الله هو إزاي اليوزر هيعمل لوجن. عايزين نتشيك اللوجن، إحنا عملنا صفحة اللي اسمها login.xhtml. أنا عايز لما اليوزر يعمل لوجن فعلا يختبر هو موجود ولا لأ. دي طبعا الصفحة بتاعتنا. طبعا أنا هختبر إزاي أصلا مفيش يوزرز عملت اكونتس قبل كده. طبعا احنا كنا بنينا الداتابيز بتاعتنا بتاعت اليوزر وحطينا فيها 2 يوزرز كده هنتست عليهم حاليا، وبعد كده هنشوف ازاي نعمل يوزر جديد وهكذا. دي الصفحة بتاعتنا، عايزين نربطها بقى دلوقتي بالداتابيز بتاعتنا ان شاء الله. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هروح للابليكيشن بتاعي، هبدأ بقى هكتب الجافا كود اللي هربطه بالصفحات بتاعتي اللي هي البينز. هبدأ اعمل الاول باكج، سميها اي حاجة، هنسميها مثلا اليو فينش. جوه الباكج اللي اسمها اليو دي هبدأ اعمل بين جديد جي اس اف مانج دي بي نيكست. هسميه ايه؟ هسميه يوزر. دي اللي هيبقى مسؤول عن الداتا اللي اسمها يوزر. طبعا حطيته في الريكوست سكوب، هو المفروض يبقى في السيشن سكوب. ممكن اظبطها انا من جوه من هنا سيشن. سيشن سكوب اللي هي الاولى دي، وابدا اشيل بقى دي ملهاش لازمه، الامبورت ده ملوش لازمه. جوه هنا بقى ابدا احط الداتا اللي انا محتاجها. اول حاجة ايه هي الداتا اللي هربطها بالبين دي؟ ده هعمل string user name و string password. عملت الاتنين دول، ابدأ اعمل لهم ال get و set method بتاعتهم. alt insert يجيب لي القايمة، getter and setter هعمل الاتنين مع بعض، فهعلم على الكلاس كله واقول له generate، عملهم لي فعلا. هبدأ بعد كده بقى هنا ايه، عايز ميثود تعمل لي فيريفيكيشن لليوزر ده اذا كان موجود ولا لا. لما يضغط على لوجن يبدأ يعمل فيريفيكيشن، فهعمل ميثود طبعا هترجع سترينج، لان هترجع الاوتكم بتاعنا او اسم الصفحة اللي المفروض يرجع عليها، اسمها فيريفاي مثلا. بتستقبل حاجة؟ لا ما بتستقبلش، هي تشتغل على اليوزر نيم والباسورد اللي هتجيبهم من التكست الانبوت تكست بوكس والانبوت سيكريت بوكس. دي هتريترن طبعا اسم الصفحة المفروض ريترن عليها. طبعا دي يعني ممكن ريترن على نفس الصفحة لو دخل غلط، او ريترن على الصفحة بتاعت الويب ابليكيشن تو دو اللي هي فيها البوستس لو عمل لوجين مظبوط. تعالوا هنسيبها نكملها دلوقتي. نرجع على الصفحة بتاعت اللوجن. هدور بقى فين الانبوتس اللي انا هربطها. اول حاجة الايميل ده، طبعا احنا قلنا الطيب ايميل، لو انا كنت اليوزر هيدخل الايميل بتاعه، انا همسح ايميل بقى لانه هو هيدخل يوزر نيم عادي خالص، الفاليو بتاعته بس. هبدأ اربطها بقى بيوزر دوت يوزر نيم. نفس الموضوع بالنسبة للباسورد، طبعا طيب باسورد هسيبها زي ما هي، لكن الفاليو هربطها برضو بالبين بتاعنا يوزر دوت باسورد. كده انا ربطت اليوزر نيم والباسورد، فاضل لي الزرار بتاعي احط له بقى الاكشن بتاعه اللي هو مين هحط اسم الصفحة مباشرة، ولا هعمل دايناميك نافيجيشن بحيث اربط اسم الميثود وهي اللي هترجع لي اسم الصفحة. طبعا هنعمل دايناميك نافيجيشن. فين الميثود اللي هترجع الاوتكم بتاعنا؟ هي يوزر دوت دوت فيريفاي. طبعا مش موجودة ليه؟ لان هي المفروض تبقى بابليك، احنا نسينا نعملها بابليك. اقول له هنا بابليك، ارجع تاني على بدأت تظهر فعلا عندي اهي، هي دي اللي هنادي عليها تحسب.
كده انا خلصت بالنسبة لي الصفحة، مش عايز ارجع لها تاني. كل اللي اروح بقى اظبطه هظبطه هنا. المفروض لما اضغط على الزرار هينادي على الميثود دي. الميثود دي المفروض تتشيك اليوزر نيم الباسورد اللي داخله دول مظبوطين ولا لا. طب دي انا هعرفها منين؟ انا هعمل جملة سيلكت هعملها على الداتابيس بتاعتي، لليوزر نيم هعمل على التيبل اللي اسمه يوزر. بالنسبة لي التيبل اللي اسمه يوزر هبدأ اعمل سيلكت بحيث اليوزر نيم في التيبل ده يساوي اليوزر نيم اللي موجود في البين، والباسورد اللي موجود في التيبل ده يساوي الباسورد اللي موجود في البين. لو رجع رو يبقى طبعا اليوزر ده موجود في الداتابيز، لو ما رجعش رو يبقى مش موجود في الداتابيز. ده اللي انا هعمله بالظبط. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه بنعملها يا شباب عشان نبدا نتعامل مع الداتابيز ان احنا بنضيف لايبراري عندنا، ندخل على اللايبريز نقول اد لايبراري وندور على السيكوال MySQL MySQL GDBC driver نقول add library. هتنضاف عندنا اللايبراري دي، ودي خطوة مهمة جدا عشان نبدأ نتعامل مع الداتابيز. معظم الناس بتنساها فالناس تركز أوي في الحتة دي. بعد كده نبدأ بقى نعرف شوية متغيرات عندنا شكل ايه. نبدأ نعرف ال GDBC driver، ودي جملة ثابتة طالما هتتعامل مع الماي سيكول. طب ايه هو اليو ار ال اللي عليه الداتابيز بتاعتنا؟ جي دي بي سي دي سهله ثابته، نقطتين فوق بعض ماي سيكول، نقطتين فوق بعض دبل سلاش، بعد كده اليو ار ال بتاع الداتابيز، وده موجود على الايميل اللي بعتوه لينا اللي هو ده. بعد ما بكتب اليو ار ال بعمل سلاش اسم الداتابيز، ودي برضك موجوده في الايميل اللي هو ده. بعد ما بعرف المتغير ده ببدا اعرف ايه هما اليوزر نيم والباسورد بتوع الداتابيز بتاعتي، برضك موجودين في الميل. ادا اسم اليوزر نيم الاسم اليوزر بتاع الداتابيز، وادا اسم الباسورد، هحطهم في متغيرين علشان ابقى اناديهم بعد كده. بعد كده في الميثود اللي اسمها فيريفاي ابدا اكمل الشغل بتاعي. هعمل ثلاث متغيرات، واحد خاص بالكونكشن، واحد خاص بالستيتمنت، واحد خاص بالفوليوم فيريفايد. ده هيبقى في البدايه فولس، معناه ان الشخص ده غير فيريفايد ان هو يستخدم الموقع بتاعنا. لو بقى فيريفايد تبع لي التشيك مانت اللي انا هعملها دلوقتي ابدا اخليها بالترو. اول خطوه في الداتابيز بعمل تراي وكاتش. تراي هحاول اعمل كونكشن على الداتابيز وانفذ جمله ستيتمنت معينه خاصه بالسلكت، ولو حصل اكسبشن هقول ريتيرن ايرور دوت اكس اتش تي ام ال، دي صفحه هخصصها للايرور ان حصل اكسبشن او هكذا، اطلع فيها رساله لو انا عايز. طبعا هي مش موجوده حاليا. اول خطوه في التراي ببدا اعمل ايه؟ اول خطوه بعمل فيها ريجستريشن للجي دي بي سي درايفر، ودي جمله ثابته الكلاس دوت فيها طبعا الكلاس ده اسم كلاس السي كابيتال، دوت فور نيم دي اسم ستاتيك ميثود هديها الدرايفر بتاعي اللي هو الجمله دي، يبدا يعمل لي منه اوبجكت اللي هو ده. بعد كده ببدا اعمل كونكشن بيساوي درايفر مانجر دوت جيت كونكشن، بديله اليو ار ال بتاع الداتابيز واليوزر والباسورد اللي انا عرفتهم فوق، ودي خطوه ثابته برضو في اي داتابيز بغض النظر شكل الداتابيز ايه. الجمله اللي بعد كده بقى بتعتمد على شكل الداتابيز بتاعتنا، اللي هي بعمل اكزكيوشن لكويري معين، ببدا اعرف اوبجكت الستيتمنت بيساوي كونكشن دوت كرييت ستيتمنت، وابدا اعرف سترينج سيكوال هبدا احط فيه السيكوال ستيتمنت بتاعتي. انا هعمل ايه؟ هسلكت الاي دي من الكلاس من التيبل اللي اسمه يوزر، بحيث اليوزر نيم في التيبل بيساوي اليوزر نيم اللي اليوزر دخله في البوكس، والباسورد في التيبل بيساوي الباسورد اللي اليوزر دخله في البوكس. طب اكتب الجمله دي ازاي عشان ما اتلخبطش؟ ممكن اروح عند الداتابيز اجي على التيبل ده اقول له سيكوال، ابدا اقول له سيلكت. انا هسيلكت مين؟ هسيلكت بس الاي دي. طبعا ده كولوم بيتحط ما بين العلامتين اللي هم الميلين دول، دول من السنجل كوتيشن زي ما انا قلت. فروم اليوزر هوير ايه بقى؟ هوير ممكن اختار من هنا هوير اليوزر الكولوم اللي اسمه يوزر نيم بيتحط بين العلامتين دول بيساوي القيمة السترينج لازم تتحط بين سنجل كوتيشن، الناس بتتلخبط في الحتة دي دايما، يساوي ايه اورجات اختبر عليه and ايه الباسورد بيساوي بين دبل كوتيشن برضو 1 2 3 4 5 6. دي الجملة بتاعتي، هبدأ اقول له جو هشوفها فعلا هتتنفذ وما فيهاش اخطاء ولا لا. فعلا هتنفذ وما فيهاش اخطاء، فعلا رجع لي الاي دي ده.
لو انا رجعت على السيكوال تاني اكتب نفس الجملة بتاعت تاني، يبقى لو انا حابب اكتب دي في البرنامج بتاع الجافا بشيل كلمة اوروجات دي، فبحط دبل كوتيشن واقفلها واحط العلامتين دول وابدأ اقول اليوزر نيم اللي هو المتغير اللي هناك، والباسورد بشيل الباسورد كقيمة واحط الفاريبل بتاعي اللي موجود في الكلاس اللي هو باسورد. يبقى كده الجملة بتاعتي دي جاهزة ان انا احطها فين؟ في المتغير اللي اسمه سيكوال زي ما انتم شايفين كده. كل اللي انا شلته اليوزر نيم والباسورد وحطيت بدلهم الفاريبلز عشان يجيب بالنسبة لي الفاريبلز. الناس تركز في الجملة دي، طبعا ممكن يحصل فيها اخطاء كتير جدا، فيحصل اكسبشن اللي هو سيكوال اكسبشن. بعد كده هقول ابدأ بقى نفذ الجملة دي عن طريق ان انا اعرف object من الـ result set اسمه rs بيساوي statement.execute query واديله الـ string اللي هو SQL اللي انا لسه معرفه. بعد كده ابدأ اجيب النتائج بتاعتي ازاي، هبدأ اقول if rs.next يعني لو في نتيجة رجعت يبقى خلاص اليوزر ده verified. ليه؟ لان طالما في رو رجع في اليوزر نيم بيساوي اليوزر نيم اليوزر دخله والباسورد الباسورد اليوزر دخلها، يبقى اكيد في يوزر متخزن عندي في الداتابيز بالشكل ده، يبقى خلاص الراجل ده فيريفايد. طب غير كده يبقى طبعا مش فيريفايد. في الاخر خالص هبدا اعمل كلوز لكل الحاجات اللي انا فتحتها بيني وبين الداتابيز كستريم، بحيث يعني يسيب الريسورسز اللي هو مستخدمها. في الاخر خالص بسأل بقى لو اليوزر فيريفايد بريتيرن الصفحه اللي اسمها ويب ابلكيشن تو دو دوت اكس اتش تي ام ال، طب ايلس هريتيرن نال نال يعني رجع نفس الصفحه تاني. اعمل سيف واعمل رن ونشوف بقى، نبدا نجرب الابلكيشن بتاعنا شغال ولا لا. اول ما عملت رن هبدا ادخل يوزر نيم وباسورد غلط كده، هشوف ايه اللي هيحصل. زي مثلا يوروجات وشوية باسورد غريبة كده، اقول له ساين ان. المفروض انا بقول له ريتيرن نال يعني رجع نفس الصفحة تاني، تعالوا نشوف هي ريتيرن نفس الصفحة ولا لا. فعلا رجع نفس الصفحة. طب لو قلت له يوروجات 1 2 3 4 5 6 اللي هم دول، اللي هو ده يوروجات والباسورد 1 2 3 4 5 6، تعالوا نعمل لوجن ونشوف هيدخل ولا لا. المفروض يرجع الصفحة اللي فيها بوستس، اي نعم مفيهاش داتا حقيقية لكن فعلا رجع الصفحة. وبكده يبقى احنا خلصنا الجزء بتاع الفيريفيكيشن ان هو مظبوط تمام وزي الفل. وان شاء الله من الفيديو القادم نبدأ نشوف ازاي بقى نكتب، نجيب الاول نملى الصفحة دي بحيث تبقى فيها الداتا بتاع اليوزر اللي دخل فعلا، ويجيب البوستات بتاعته وهكذا. إلى الآن احنا نقف لحد هنا، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.